بيها، فهي طبعا اتربت في الهيكل وهي عندها سن 3 سنين. صحيح. فكانت تحفظ الوصايا مش حفظ نظري، يعني بتطبق الوصية. عمل. فده هي نموذج لينا إن أو إنجيل معاش، إن إحنا مش دراستنا لوصية ربنا وصايا نظرية بنحفظها وخلاص زي الشاب الغني مثلا. صحيح. لكن هي كانت تنفذ الوصية، فطبعا كانت زي ما قال معلمنا بولس الرسول إنها إن إحنا نبقى مشتركين في احتياجات القديسين اللي هم المؤمنين أو المسيحيين بصفة عامة، فكانت تشترك في احتياجات القديسين وخاضعين بعضنا لبعض. فهي حياة الخضوع دي نبع من تنفيذها للوصية ومحبتها للآخرين، محبة حقيقية، فده بيظهر في خدمتها لكل اللي حواليها.